نروح لخبر آخر مشاهدي الكرام، وهو أيضا من الأخبار الإيجابية لشبابنا الرياضيين، وهو تعيين بطلة مصر في ألعاب القوى بسنت حميدة الحاصلة على الذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 كأحدث سفيرة للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر شباب بلد. وده اللي حصل امبارح بحضور فريدريكا ميار ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، ودكتور غادة مكادي مدير مشروع شباب بلد بيونيسيف مصر.